Sayyida Sami Abu. سيد رئيس اللي اقترفته من هذه التعيينات يدخل في خانة الجريمة يا سيد الرئيس فمرحبا بك في عالم الجريمة بالحق عالم الجريمة دخلت له بالحق من باب الكبير بكل بساطة احنا اللي عملته لجيت إدارة ولا جاء مكتب مجلس هو جاء بعد الإدارة وبعد مكتب المجلس أعضاء مكتب المجلس هما بالفصل 57 هم من يتولوا مساعد يتولى مساعد الرئيس تحت اشراف كل في حدود اختصاصي مساعده الرئيس في اداء مهامه بناء على خطه عمل يصادق عليها المكتب. دونك مساعد الرئيس هم اللي يقوموا بالمهام مساعده الرئيس وتنسيق بينه وبين الاداره واحد. اللي عينتهم يا سيد الرئيس عينت مستشارينك مش مشكل، تحب مستشار قانوني وانت ناقص في القانون مش مشكل، مستشار اداري وانت ناقص في التدريب المواليه اللي كنت لسيادتك يقعدوا معاك في المكتب نتاعك مش مشكل. اما انك تعين تحت مستشار او مسمى مستشار وهو ماخذ خطه اداريه بدون ما يكون موظف بيكون موجود انتداب وهذا الخطير فهذا يا سيد رئيس اسمه اداره موازيه. انت اليوم صنعت في المجلس اداره موازيه عملت لنا مكلف بالشؤون البرلمانيه واحنا عندنا نائب مساعد رئيس مكلف بالشؤون البرلمانيه. عملت لنا مكلف بالعلاقات الدولية، واحنا عندنا زوز مديرين عامين مكلفين بالعلاقات الدولية باش يقعدوا على الرف، باش يشدوا ديارهم، وسيادتك عينت لنا واحد مكلف بالعلاقات الدولية، ونحن عندنا مساعد رئيس مكلف بالعلاقات الدولية. عملت لنا مساعد رئيس مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، واحنا طول حياتنا هنا عندنا شكون مكلف الدبلوماسية البرلمانية، البروتوكول عندنا البروتوكول، اتصال عندنا اتصال، مصور عندنا ثلاثة زدنا واحد. يعني يا سيد رئيس رئيس الديوان عملت معاه رئيس مكتب كان تحب ترضي جماعتك اللي عملت بهم العركه وقت الشقوق نتاعكم في الـ في الـ في الانتخابات ال بعده